هذا لا يتكلم راح النين والسليم والمحمد راح مقابلة توسا وخيرت جمعة. أيوة وخيرت ومرحب بالزوار كاملين صحافة وأحزاب وقبائل ومرحبين باللي جا كامل لهذه البلدة الطاهرة وطالبين مولانا الله يطهر قلوبنا وقلوبكم إن شاء الله من الحسد ومن الغل والله ان شاء الله بارك مولانا يفعل بينا وبكم خير ومرحبا بكم وسهلا. هذه الارض ارض اجدادنا وهذه الارض ارض اجدادنا وارض المغرب وارض الصحراء المغربيه. الله ينصر الملك أمين. الله ينصر الملك أمين. والله يقوي الشعب أمين. والله يقوي الايمان أمين. والله ان شاء الله يفعل بينا وبكم خير وبالمسلمين ومرحبا باللي جا من بعيد ومن قريب ومرحبا. هذه الأرض الطاهرة هي أرض متسحرة، أرض متسحرة أهلها كيعانوا من 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 قلة التفاتة التفات التفات الدولة عليها ونطلبوا الدولة باش تلتفت عليها تعدل لنا سدود وتعدل لنا أبيار وتعدل لنا منافع يستنفعوا بها يخدم فيها شبابنا معيش فيها معيش فيها فقارنا الفقراء ديالنا وتزيان ارضنا كيما ارض المغرب كامل تماما. والله يسر الملك امين. منين انت اش من مدينه؟ انا من سكان الزاك. الزاك حاق من سكان. الله يلاه خيرت بكم خير. وهذه مرحبا بكم وسهلا. هي دابا جيتوا انتم على حسب الاحتفال. جينا الحمد لله نمرحبا باللي جا وجينا نمرحبا بروسنا ونمرحبا الحمد لله باللي جا ومرحبا باللي جا من بعيد من قريه من قبائل من احزاب من صحافه من واخا اللي جا كامل مرحبا به وسهلا في البرد. بغينا نسولك ودت المغرب الحمد لله وعاش الملك. بغينا نسولك الاجواء خاص اليوم اليوم الحد دايرين الاحتفال كي داير الاجواء هنا كيفاش كتكتشفوا؟ الحمد لله زين الله يزيدو زين في زين. جو الحمد لله زين زين الحمد لله برجاله وبواتاته وبكرانه وبشعبه وبشبابه وعلايا ونسايه وزين الحمد لله والله يكمل على المسلمين بالخير ويكمل على المغرب بالخير ان شاء الله بركه مولانا. وهذا ما هذا ما نقول لك يا اخو. ودابا الاحتفال امتى غادي ينتهي تقريبا هذا الاحتفال اليوم؟ الله اعلم. المغرب محتفل من هون لين يرث الله الارض من عليها. تماما. المغرب الحمد لله عاش الملك. شكرا. والله يوصل وقوي الشعب. مرحبا. والله يجي من مطار البلاد ان شاء الله يا ربي. والله مرحبا. ايوا خيرت. تفضل الشريف تفضل. على كل حال اي مرحبا. اولا قبل كل شيء مرحبا بكم وسهلا. مرحبا من كل جميع الزوار اللي اتونا في هذه المنطقه وهي المنطقه تسمى منطقه المحبس نفوذ اقليم اس الزاك وهو على سطح الحماده. لهذا الحقيقه احنا كنرحبوا بالجميع وهنيا للجميع وهذا الحفل وهذا اللقاء نتمناه ان شاء الله ما يكون هو حد اللقاء. وهذا اللقاء في الحقيقه يعني الغايه هو فرح وفرح بالمناسبة باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالصحراء المغربية. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية هو يعني في الحقيقة حنكة سيدنا محمد السادس جزاه الله خير على الحنكة يعني السامية والحنكة المولوية اللي كان يعني في الحقيقة أعطتنا ثمار لا يستهان به. هنيا له نصر الله ووفقه وحنا جنود مجندة وراء صاحب الجلالة. وانتم جميعا هنيا لكم وهنيا للزيارة. شكرا بزاف. التوفيق ان شاء الله للجميع. الله يحفظك اسيدي. تفضل نمشيو عند الاخ الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا تفضل اسيدي. يتكلم البشير ولد عليه ولد محمود مسكان اس الزاك. اس الزاك ياك. مسكان اس الزاك. اليوم جيت برادتي وجا هاي المجموعة كاملة برادتنا وجينا متحمسين لهذا اللقاء. اللي في المحبس عن شاكرين اللي جانا كامل من بعيد ومن قريب مرحبين به فرض وفرضنا مرحبين به ومرحبا به وسهلا وهلا ونشكروا صاحب الجلاله على ذا اللي العنايه اللي تحرك فيها وذا الشهره اللي اعطانا لدولتنا جزاه الله خير. نشكروه ونشكروا القوات المسلحه الملكيه هو على رايسها. نشكروهم على الاهتمام ديال القرقرات دار فينا الشجاعه وزادنا فوق اللي كنا فيه. فماذا ورانا شاكرين القوات وشاكرين سيدنا. فماذا اليوم احنا الحمد لله رانا فرحانين
فرحانين وطلبوا مولانا، طلبوا مولانا الجاو الله يعمل مولانا يعمل اخوتنا يستاجبوا المغربهم هؤلاء اللي عايدين في الجزائر وعايدين في تندوف وعايدين في بغيناهم يرجعوا لترابهم ويستقروا معانا في تراب كيف هون كيف العيون كيف الداخله كيف هذا حمدنا مولانا واحد وكيف المغرب كاع واحد تماما في الارض اللي هي هي واخا مرحبا سيدي ونتمنى لهم ان شاء الله يفترقوا عن هذا هو لا يعودوا عملاء للجزائر الجزائر خوتنا ونبغوهم ولكن اللي معدلين شوي ما هو يا الله إذا عدلوا لنا الفتن بيننا وهذه الجبهة اللي عدلوا لنا راهي تلود لنا لا ما فتن ما بين المغرب والجزائر وحنا رافضينه ولانا باغيين واليوم شعارنا الله الوطن الملك وهكذا بارك الله عليك سيدي شكرا بقى عندك ما تقول تفضل اجل هذا المكان مرحبا تفضل سيدي غير بغيت نقول كنت مسبقا الحقيقه لا نقول لانه هذا اللي كان يتكلم القراوي الحسين مساكين في اقليم سزاك هذا هو هذه العنوان اللي بغيت هذا هو العنوان اللي غادي نرجع له تفضل وبالاختصار على اني راني نهني الجميع وهذه في الحقيقه اللي كيظهر لي هذا المهرجان على انه مهرجان حقيقه يعني يعجز عن التعبير دابا بغيت نسولك دابا واش هذا مهرجان ولا حفله ولا مسيره اشنو هذا مسيره حفله مسيره وحفله مسيره هذه مسيره وحفله حدتها وبالدرجه الثانيه حفله تماما هذا احتفال ومسيره تماما هذا هو اللي بغيت نقول شكرا جزيلا الشكر مرحبا بك اي وقت شكرا لكم كاملين كنشكركم بزاف تحياتي لكم نسولك اشنو رايك في هذه الحفله وهاد المسيره خاص في المحبس في الصحراء المغربيه اعطينا رايك بسم الله الرحمن الرحيم اولا وقبل كل شيء نتمني المجهودات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده والقوات المسلحه الملكيه تحت القياده العليا للقائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه الملك محمد السادس نصره الله هذا اليوم يوم ونتمم الرؤية الحكيمة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والقائد الأعلى لقوات المسلحة الملكية على هذه المجهودات وكذلك نرفع قبعة الاحترام تحت القيادة السامية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس نصره الله اليوم حدث تاريخي بهذه الجماهير الغفيرة من أنحاء ربوع المملكة والمناطق الجهة الجنوبية جهة قلميم والنون اليوم أتينا إلى هنا من أجل الاحتفال بهذا الحدث التاريخي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المغرب المملكة على أراضيه الصحراوية المغربية صراحة المملكة لها سيادة على الصحراء منذ زمن ولكن هذا اعتراف سيجعل من القضية إلى الأمام يعني من الحل إلى السلم إلى الأمن والاستقرار في المنطقة ساحل الصحراء وجنوب الصحراء وجنوب إفريقيا وجنوب إفريقيا كامل اليوم نحن شباب وشياب وجنود وشيوخ وأمهات هذه المنطقة من ربوع المملكة المغربية السامية نأتي إلى هنا لنحتفل على نغمات النشيد الوطني للمملكة المغربية السامية نحتفل بهذا النصر نصر القرقرات نصر المحبس نصر كل ما هو دبلوماسي وكذلك نتمم العمل الدبلوماسي الملكي الحكيم الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل الوحدة والأمن والاستقرار في المملكة الشريفة المغربية السلام عليكم شكرا لك الله يحفظك عبد القادر تحياتي لك شكرا كما اكتشفت اخوتي الفيديو من البدايه حتى النهايه هذا المحبس خاص في الصحراء المغربيه تصريحات ديال الناس اللي شاركوا
في هذه الحفلة وهذه المسيرة. صراحة تصريح في المستوى كنتمنى يعجبكم. ما تنسوا اخوتي الا كان اول مرة كتشاهد القناة ديالي تضغطوا على زر الاشتراك وشارات ولايك باش الدعم ديالكم باش نستمروا ديما في الجديد. صراحة اليوم العيد.